أنا ودي أتكلم عن هذه الخلية، خلية العمل اللي ما شاء الله من يوم ما قدمنا وأنا أشوف هذا الشباب على مدار الساعة وهم يعملون بشكل مباشر على أجهزتهم وأنا ما أعرف التفاصيل حقيقة. أول شيء، وش قصة هذا المركز يا دكتور؟ المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية هو مشروع يعني يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتحقيقا للهدف الاستراتيجي الثالث اللي هو الحد من المخاطر الصحية. تتعامل المنشآت الصحية مع مخاطر متعددة، بعضها يصل إلى مرحلة الأزمات وبعضها يصل إلى مرحلة الكارثة، يعتمد على عدد الإصابات ومدى جاهزية المنشأة الصحية للتعامل مع الأوضاع. المركز الوطني يشكل اليوم قناة رسمية للحصول على نقطة الاتصال بجميع المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية، سواء كانت مستشفيات خاصة أو عسكرية أو جامعية أو مستشفيات تابعة لوزارة الصحة. يتم جمع البيانات بشقيها، إما أنها جاهزية، عدد الأسرة، سيارات الإسعاف، ثلاجات الموتى، وحدات الدم، الكوادر البشرية، أو الشق الثاني وهو البلاغات. أحياناً عشان ما يكون عندك، أحياناً تحصل أزمة في مستشفى أو طارئ في مستشفى وما في آلية للتصعيد للمستويات، فيمكن أحياناً تتجاوز ويكون يعني الأزمة كبرت وما وصل أي معلومة لمستوى تصعيد أعلى للتدخل. فاليوم المركز هذا يرتبط بعشرين مركز في المناطق، وكل مركز يرتبط بمستشفياته ومنشآته في حال وجود أي حادث من الأحداث. 20 مركز في المملكة؟ في المملكة العربية السعودية، نعم. هذا المركز الرئيسي أو المركز الوطني يتبع له فروع عددها 20 في 20 منطقة في المملكة، وكل فرع من هذه الفروع هو مرتبط بالمركز الوطني. المركز الوطني وترتبط به أيضا المستشفيات والمراكز الصحية. صحيح. في المنطقة أو المدينة أو المحافظة وما إلى ذلك. صحيح. ويكون حلقة تواصل بالاتجاهين، إذا في بلاغ من المنشأة يطلع للمنطقة ومن المنطقة يطلع للمركز الوطني، وإذا في توجيه يكون من المركز الوطني للمنطقة للمنشأة الصحية. فبالتالي يتم حصر البيانات بشكل يومي، وهذه الشاشات اللي نشوفها هي عبارة عن المعلومات الأساسية لمتخذ القرار للتعامل مع أي أزمة. مثل ما قلت لك، عدد الأسرة المتاحة، عدد سيارات الإسعاف، عدد الكوادر الصحية، عدد التجهيزات الطبية، هذه كلها يحتاجها أي ممارس صحي في حال تعامل مع الأزمة. نتأكد من كفايتها قبل وقوع الأزمة بحيث نكون مستبقين وليست ردات فعل للأزمات والكوارث. إذن من نهاية كلامك أنه ليست ردات فعل، إذن هذا ليس فقط المكان أو هذا المركز هو متعلق فقط بكورونا. صحيح. المركز أنشئ قبل كورونا، سخرت الآن الطاقات الموجودة للتعامل مع كورونا، لكن ترى في أي لحظة ترى بيجينا بلاغات من المناطق لكل الأحداث اللي احنا نتكلم عنها. أربع أحداث أساسية يتعامل معها المركز، نصنفها تصنيفات رئيسية. إما أنها أحداث طبيعية، لا سمح الله الزلازل، الأمطار، السيول، أحداث بشرية، حوادث السير، الإصابات الجماعية، أحداث ومخاطر كيميائية، حرائق المصانع أو المخاطر الكيميائية والإشعاعية، وأخيرا المخاطر التكنولوجية. انقطاع الكهرباء عن منشأة صحية يعتبر حادث يستدعي التدخل، لأنه قد يشكل أزمة على المصابين والمرضى اللي داخل المستشفى. فهذه التصنيفات الأساسية يتعامل نطاق التحرك. صحيح. كل ما من شأنه أن يشكل أزمة على المنشأة الصحية يتم رصده ومتابعته على المستويات، مستوى المستشفى، المنشأة الصحية، مستوى المنطقة، مستوى الدولة. اليوم التجمعات البشرية تشكل خطر، وجود لا سمح الله حادث في تجمع بشري يختلف تماما في وجوده في منطقة ما فيها تجمع بشري. فاليوم الأحداث ترصد، حريق في مدرسة أو في مجمع مولات أو أسواق، الجامعات، هذه التجمعات البشرية تعتبر مناطق حساسة، وجود الإصابات الجماعية فيها سوف يشكل أزمة على المنشأة الصحية، فبالتالي من الآليات التي يجب الإبلاغ عنها. وعندنا آلية واضحة، في حال وجود مثل هالحادث يتم الإبلاغ خلال 5 دقائق من وقوع الحادث من المنطقة للمركز الوطني. أصبح عندنا اليوم قدرة تنبؤية للأحداث، وهذه يمكن جزء مهم في دائرة إدارة الأزمة. الأزمة تمر بأربع مراحل.
الناس تنظر تعتقد أن التعامل مع الكوارث هو فقط بالاستجابة، جيد، لكن هذا تعتبر ردة فعل. إذا كنت أبغى أستجيب لابد يكون عندي استعداد، استقرار، فبالتالي لابد أني أستعد لها. وإذا كنت أقدر أستعد لشيء فأنا معناه أني عارف إيش هو، فبالتالي هذا يحتاج التنبؤ. وإذا كنت أقدر أسوي هالشيء فالأفضل أني أمنع حدوثه. فاليوم مراحلها هي المنع والتلطيف قدر المستطاع. إذا حدثت أنا مستعد وأستجيب بشكل جيد، وبعد كذا التعافي والعودة للحياة الطبيعية في الأزمة.